وإن الحر يفهم قول حر وتشفي صدره الكلم الفصاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ثانية في برنامجكم الكنوز الدفينة، حيث نقدم لحضراتكم من الدرر النيرة التي أفاء الله بها على حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، في صدق رسالة ديننا الحنيف الإسلام، وصدق رسالة حضرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصدق دعواه عليه الصلاة والسلام. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، الأخ العزيز الأستاذ أيمن المالكي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أعزائي المشاهدين، كما قد عرفنا عن خصوصية هذا البرنامج، حيث نقدم من مؤلفات حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية يعني من كتبه في مواضيع مختلفة، وقد قدمنا لحضراتكم كثير من المواضيع، واليوم بإذن الله تعالى سوف نستمر ونقدم بما جاء به في كتاب سر الخلافة، ونبدأ مع ضيفنا العزيز. تفضل. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لقد ذكر حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في كتاب سر الخلافة، كما تفضلتم، ذكر العديد من الحقائق، وكشف كثير من الأسرار الخافية على كثير من الناس إلى يومنا هذا للأسف الشديد، والتي من شأنها أن تشوه مفاهيم دينية كثيرة ومعتقدات في عند لديهم. ونحن نعلم أخي أن الفكرة أو المعتقد الخاطئ هو كالميكروب، كالفيروس، كالبكتيريا، كهذه الميكروبات الضارة الكامنة في أجسادنا. في أي وقت ممكن تتفعل وتظهر لدينا أمراض جسمانية خطيرة وقوية وتنهك أجسادنا وتضرنا، وممكن تقضي على حياتنا. كذلك خطورة الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي ليست في محلها والتي بعيدة عن الحق أو منحرفة عن الحقيقة، خطورتها تكمن بأنها في موقف معين يستفزها، قد تتفعل هذه الأفكار، وإذا ما تفعلت رأيت من هذا الرجل، رأيت من جوارحه أو من تلك المرأة، رأيت من جوارحها، من تصرفاتها، من نفسيتها، من سلوكها، ما هو مدمر، مدمر لذات الإنسان، لنفسيته، لانسجامه مع نفسه، مدمر لعلاقته مع أسرته، مع مجتمعه، مع دولته، مع الإنسانية، مع الطبيعة، بغض النظر يعني حسب هذه الفكرة تضرب في مكان معين فيظهر الضرر والمرض الروحاني والأخلاقي. لذلك من المهم على كل إنسان، واجب علينا تجاه بعضنا وواجب تجاه أنفسنا، أن نسعى لتصحيح المنظومة الفكرية التي لدينا حتى تستقيم حياتنا الروحانية والأخلاقية. يقول حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في موضوع تسمية مبعوث آخر الزمان في الأمة المحمدية بالمسيح وبعيسى وبابن مريم، لماذا أراد الله فعل الله تبارك وتعالى، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذا كان ليس هو بعينه، بجسمه، بنفسه عيسى بن مريم الناصري، إذا كان ليس هو من سيأتي بنفسه، فلماذا سماه بهذه الأسماء المتشابهة الكثيرة؟ فمما قال حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في بيان ذلك، يقول حضرته حاصل الكلام في هذا المقام، أن الله كان يعلم بعلمه القديم أن في آخر الزمان يعادي قوم النصارى صراط الدين القويم، ويصدون عن سبل الرب الكريم
ويخرجون بإفك مبين. طبعا هنا المقصود بشكل رئيسي هو تأليه عيسى ابن مريم وأمه. هذا هو الإفك العظيم الذي يعني يذكر حضرة المسيح موعود عليه الصلاة والسلام هنا، والذنب العظيم الذي أثار غيرة الله تبارك وتعالى وأثار غضب الله تبارك وتعالى، أن يجعل لله ولد وشريك. ومع ذلك كان يعلم أن في هذا الزمان يترك المسلمون نفائس تعليم الفرقان. تزامن مع هذا، مع هذه المصيبة، مصيبة أخرى لا تقل أيضا يعني قدرا عن هذه المصيبة، وهو أن المسلمين تمسكوا بالقشور يعني البسيطة من الدين، وتركوا لب وجوهر الدين بعيدا، وابتعدوا واهتموا وغاصوا في هذه الدنيا. ويتبعون زخارف، أي المسلمون يتبعون زخارف بدعات ما ثبتت من الفرقان، أي من القرآن الكريم، وينبذون أمور، انظر كثير من المعتقدات التي تمسك بها الناس ويموتون في سبيلها ليست مذكورة بتاتا في القرآن الكريم، وإنما هي فهم خاطئ هنا، تفسير خاطئ هناك، حديث يفهم خطأ هنا، إلى آخره. ويتبعون زخارف بدعات ما ثبتت من الفرقان، وينبذون أمورا تعين الدين وتحبر حلل المؤمنين، ويسقطون في هوة محدثات الأمور وأنواع الأهواء والشرور، ولا يبقى لهم صدق ولا ديانة ولا دين، فقدر فضلا ورحمة أي الله تبارك وتعالى أن يرسل في هذا الزمان رجلا يصلح نوعي أهل الطغيان. يعني هذه لفتة جميلة جدا، بأن هذا الرجل القادم المصلح آخر الزمان، يعني أهم مسألتين وأهم قضيتين سيقوم بإصلاحهما هما قضية الشرك، تأليه عيسى بن مريم، سيكسر الصليب، هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب أي يبطل هذه العقيدة ويعيد للتوحيد هيبته في الأمة المسيحية، وأيضا يعيد الأمة الإسلامية إلى الفرقان حكما عدلا. حكما عدلا يعني أيضا إمام المهدي وحكما عدلا يعني يعيد الأمة إلى الفرقان وإلى الفهم الصحيح، وكما قال بنفسه عن نفسه المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه بعث ليروج ما كسد ويصلح ما فسد. إذن العقائد التي فسدت لابد من إصلاحها، والعقائد التي كسدت يعني ما عاد الناس يتداولونها ونسوها سيظهرها إلى العلن وينفضونها الغبار من جديد. أكيد، هذا هو الملخص. أكيد. معنا اتصال الأخ زياد البصلة من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا زياد. وعليكم السلام، يعطيكم العافية. الله يعافيك وحياكم الله، أهلا وسهلا بك. الله يعطيكم العافية وألف شكر لحضرتكم وللأستاذ الفاضل الحاج راشد. ألف شكر على التوضيح وعلى كل شيء. الله يخليك، أهلا وسهلا بك. تفضل أخي زياد. أنا عندي مداخلة إذا سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى عبده الإمام المهدي المسيح الموعود. إن البحث عن الحقيقة هو فرض عين وواجب أمرنا الله به، والحقيقة ليست صماء وعصماء، فدوما هي تتحدث عن نفسها بالبراهين والحجج، لا يبدلها أو يغيرها سوء الظن والإساءة. والمكذبين من بعض المتحجرين مدعين المعرفة والعلم دون بحث أو تفكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه عن نبيين آخرين، فأجابه ربه بسم الله الرحمن الرحيم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. الشاهد هنا ليس ما أخذ علينا ممن يدعون عن الدعوة الأحمدية افتراء وتكذيب لاختلاف اللغات واختلاف اللهجات واختلاف الجنسيات، فالأنبياء منهم من ذكر ومنهم من لم يذكر، فالمعرفة هي الأساس والبحث هو الأساس وهو علم اليقين. والآيات الكريمة في سورة الحاقة هي دليل وبرهان على صدق المسيح الموعود عليه السلام، ولا تقول علينا بعض الأقاويل إلى آخر هذه الآيات، صدق الله العظيم.
إن كل آية من هذه الآيات هي برهان وصدق على الدعوة. فهذا وعد الله الحق، بأن من يتقول على الله بغير الحق ينتقم منه الله ويبطش به بقوة، وليس لقضاء الله من مانع، كأن يدعوا حماية جماعة وحكومات. فالمسيح الموعود عليه السلام لم يتقول على الله الكذب، فلم يطاله سوء أو ضر، وتوفي على فراشه بكل طمأنينة. والجماعة الإسلامية الأحمدية بفضل من الله تشتد عضدها بخلفائها المصطفين، وتزدهر بأفرادها وكوادرها، وهذا دليل آخر من الأدلة في هذه الآية، وأنه لتذكرة للمتقين. فصدق الشاهد بتذكرة أنه قول بحال الماضي، واستمرار الدعوة وازدهارها في حال حاضر يؤكد تصديقها وربانيتها، وذلك للمتقين والمؤمنين عين الحقيقة والطمأنينة والثبات. وأختم قولي بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، صدق الله العظيم. والشكر لكم والشكر للأستاذ الفاضل، و جزاكم الله أحسن جزاء أخونا زياد، بارك الله فيكم. الشكر لله تبارك وتعالى على هذا الفضل والمنة التي جعلنا من أبناء هذه الجماعة المباركة، والحمد لله رب العالمين. أستاذي الكريم، يعني فعلا في النقطة التي كنتم تذكرونها قبل أن نأخذ هذا الاتصال، بأن يعني فعلا كان هناك مجموعة من العلماء الذين يعني قد سودوا كل مفهوم إيجابي الذي جاء به هذا الدين الحنيف، ويعني يأخذوا بالأمور كما يروا ولمصالحهم الشخصية ليربوا ويعلو أكثر وأكثر، لكن للأسف الشديد هم يعني يشوه ويدمر هذا حقيقة. نعم. هذا الدين الحنيف. نعم. تفضل. يعني يقول حضرت المسيح موعود عليه الصلاة والسلام، استكمالا لما بدأنا به، فاقتضى تدبيره، تدبير الله تبارك وتعالى، فاقتضى تدبيره الحق أن يجعل المرسل سمي عيسى لإصلاح المتنصرين، ويجعله سمي أحمد صلى الله عليه وسلم لتربية المسلمين، ويجعله حاذيا حذوهما وقافيا خطوهما، فسماه بالاسمين المذكورين وسقاه من الراحين، وجعله دافع هم المؤمنين ورافع فتن المسيحيين. فهو عند الله عيسى من جهة وأحمد من جهة، فاترك السبل الأخياف، أي عن الطرق المختلفة والمتفرقة، وتجنب الخلاف والاعتساف، واقبل الحق ولا تكن كالضنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه بصفات المسيح حتى سماه عيسى، كذلك وصفه بصفات ذاته الشريف حتى سماه أحمد ومشابها بالمصطفى. فاعلم أن هذين الاسمين قد حصلا له باعتبار توجهه التام، باعتبار التوجه التام إلى الفرقتين. فسماه أهل السماء عيسى باعتبار توجهه وتألمه كمواسي الأسارى إلى إصلاح فرق النصارى. يعني من الظاهر يظن أن الجماعة الإسلامية الأحمدية طبعا وعلى رأسها مؤسسها عليه الصلاة والسلام هناك شيء من العداوة يعني والخصومة بين الجماعة الإسلامية الأحمدية والمسيحية، وهذا طبعا عاري عن الصحة. المسيح الموعود وضح مرارا أني أحب كل خلق الله، أيها المسيحيون أحبكم حبا كما تحب الأم رؤم أولادها وأكثر من ذلك، مشكلتي مع العقائد والأفكار والمعتقدات الفاسدة، هذه هي أعدائي التي أنا أناضلها وأقاومها يعني وأحارب ضدها، ولكن أنتم مهما حدث ومهما كان فالحب، هذا الحب للإنسانية والمواساة موجود بكل الأحوال. وعندما نحن نكره فكرة لا نكره صاحبها، وعندما نعادي فكرة نحن نعادي فكرة ونحب إخلاص صاحبها، وما معاداتنا للفكرة إلا لحبنا لصاحبها، لأننا لو نال يعني لو أحد
معين يكره أحد وهذا الآخر المكروه مصاب بفيروس ومعك دواء، هل تعطيه الدواء؟ يعني شخص كاره لا يعطي الدواء لمن يكره، صح ولا لا؟ ويحقد عليه حتى وإن كان معه، ولكن كونك تحارب هذه الفيروسات الفكرية التي في 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 مخيلته وفي منظومته العقائدية، فهذا دليل قوي جدا أنك تحبه وتريد له أن يتخلص منها. فإذا علينا، وهذا هذه رسالة لكل مؤمن، لكل مسلم، لكل أحمدي، أنه إيانا في لحظة من اللحظات أن نخلط بين عدائنا وشدتنا وحزمنا مع الأفكار المغلوطة والمعتقدات الزائفة وبين حبنا للآخرين. فعلينا أن نحافظ على هذا الحب دائما وهذا المواساة دائما، حضرة المسيح ولا نخلط. حضرة المسيح أبدا. المسيح موعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال بأن يعني هو يحب بني البشر كلهم يعني كأكثر من الأم الرؤوم. نعم. فيعني هذا، فانظر يعني هنا المسيح موعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تبارك وتعالى بعثني يعني باعتبار توجهي وتألمي لمواساة يعني لمواساة المسيحيين كمواساة الأسارة إلى إصلاح فرق النصارى. أكيد. معنا اتصال الأخ العزيز عبد الرحمن الشافعي من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم وإلى جميع الأخوة العاملين معكم. حياكم الله. أهلا وسهلا أخي عبد الرحمن، تفضل. أهلا وسهلا بك. أول شيء أحب أن أحيي جميع الأخوة الموجودين معك بالإستديو، أخي الكريم والمشاهدين الأكارم. أهلا وسهلا. إن الموضوع اليوم الذي سنتكلم فيه أو ما يدور هو موضوع مهم، وخاصة للأخوة العرب المشاهدين الذين لا يعلمون الكثير عن أهمية مجيء المسيح الموعود عليه السلام وأهمية الدعوة الذي يدعو بها. وكما نعرف، كما نعلم أن وللأسف ما جاء نبي والناس قد رقدت إليه بأكثريتها. المعروف أنه لما يأتي نبي كانت الناس تضطهده أو تعارضه أو تشتمه أو تسبه، وهذا ما حصل مع جميع أنبياء الله بالأولين والآخرين. لو أخذنا قصة مثلا سيدنا إبراهيم مع أبيه وأهله، وأهم هذه القصص حدثت كما نعلم كنحن مسلمين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقول لنا مثلا في سورة ياسين، وما أرسلنا من رسول إلا كان به يستهزئون. وهذا تماما ما حصل مع مؤسس الجماعة الأحمدية سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام. الغريب في الأمر أن العالم كله ينتظر أن يأتي مهدي للمسلمين، والعالم كله يدعو الله يوميا في صلاته اليومية في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. وعندما أتى هذا الرجل، أعني به سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وقال أنا هو الرجل الذي الله بعثني مهديا لكم، فكذبوا، وخاصة العلماء. وصدق هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما يظهر المهدي أو يخرج المهدي أكثرية المعارضين له هم العلماء. وللأسف أن أكثرية العلماء كما نعلم لم يتحققوا بالأمر ولا حتى يعطوا لأنفسهم دراسة الكتب التي كتبها، وخاصة في اللغة العربية، وقد كتب عليه الصلاة والسلام كتب كثيرة في اللغة العربية. وهذا يدل على جهل كبير وقع فيه العالم الإسلامي، وهذا ما أوصل العالم الإسلامي الآن إلى هذه المشادات الدينية والمشاكل السياسية في بلاد المسلمين. ولكن الله سبحانه وتعالى قال له وأنبأه بأني سآزرك وسأوصل دعوتك إلى أقصى الأرض. وها نحن الآن في ألمانيا، وأنا موجود في ألمانيا يعني من تقريبا من حوالي 40 سنة، والحمد لله مبايع للجماعة من حوالي 30 سنة. قد شاهدنا بأم أعيننا، وهذا شيء أنا عانيته بنفسي، بأن أول احتفال للجماعة كان عددنا ما يقارب 7000 شخص الاجتماع السنوي في ألمانيا. أما الآن والحمد لله أصبح هذا الاجتماع يراوح فوق 40,000 شخص،
والمساجد الحمد لله تبنى على الأراضي الألمانية في جميع ألمانيا، وهذا بفضل الله، أن الله الوعد الذي وعده لسيدنا المسيح الموعود قد هو ساري المفعول. يعني نرى أن الجماعة، وخاصة أني أتكلم على الجماعة الألمانية لأني أنا هنا في ألمانيا ومعهج الجماعة، فطبعا هناك جماعات في فرنسا وفي بلجيكا وفي إنجلترا تبني المساجد وكما نعلم، لكن أن الله سبحانه وتعالى عندما قال لسيدنا المسيح الموعود سأوصل دعوتك إلى أقصى الأرض، هذا إثبات كامل وواضح للعيان بأن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام هو من عند الله، وهو لو كان كاذبا لما الله سبحانه وتعالى تمم له هذه الأعمال. والقرآن الكريم يقول لنا في سورة الحاقة في ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أي لو كان هذا الإمام، هذا الرجل المهدي عليه الصلاة والسلام كاذبا والعياذة بالله، لما أتم الله أعماله بأن تنتشر دعوته وجماعته في جميع أصقاع الأرض في الغرب. وقد قال هذا الكلام بأن الله سينشر دعوتك في أقصى الأرض من أكثر من 130 عاما، والآن عندما قال هذا الأمر كان في مدينة، في قرية صغيرة في جبال الهند قاديان، لم يكن هناك طرقات ولا حتى كهرباء، ولكن عربة الحصان كانت فقط تدخل إلى قرية قاديان وقتها، عربة حتى الناس عربة الحصان كانوا ينزلوا من عليها لأنه كانت الطريق وعرة مشان يقدروا يشدوا الحصان يطلعوا. فيعني نتخيل لو كان هذا الرجل كاذبا، هل فصل الدعوة تبدأ الجامعة الأحمدية تدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بلاد زي نيكاراغوا وفي السلفادور وفي بلاد الأمريكيتين أي في كندا وفي الولايات المتحدة وفي أمريكا الجنوبية أو في أوروبا؟ لو كان هذا الرجل كاذبا والعياذ بالله، ما كان الله لينصره وما كان الله لينصر الظالمين، فإن هذا هو صدق، هو آية من آيات الله بأن الله سبحانه وتعالى قد أوضح بأن هذا الرجل من عند الله. وأنا أخذ مأخذ على أخواننا العرب والكثير منهم الذين يسمعون ولا يقرؤون، أن يعطوا أنفسهم الفرصة بأن يتحققوا دون الرجوع إلى أي أحد ما، فقط يرجعوا إلى الله ويسأل الله في أمر هذا الرجل، هل هذا المرزا غلام أحمد هو من عندك يا رب؟ ومن كان صادقا سيعطيه الله رؤيا صادقة يؤكد له فيها بأن هذا الرجل هو من عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى عن رسول الله فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كان يقال عنه في قاديان منشئه بأنه رجل صادق قبل أن يدعي بالمهدوية وقبل أن يدعي أنه هو مسيح هذا الزمان، كانوا يقولون عنه علماء الدين المسلمين كلاما في قمة الاحترام، وكانوا يذهبون إليه ليأخذوا برأيه في كثير من الأمور والفقه الإسلامي، ولكن عندما قال أنا هو مسيح هذا الزمن بآيات مصدقة له من عند الله قالوا بأنه كاذب. وهذا الأمر يذكرنا تماما بما حدث سابقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة يعرفها أكثر المسلمين. في سنن، أنا لا أعلم إذا قد ذكر هذا الحديث، في أن لمهدينا آيتين، وإن لم يذكر فاسمح لي أن أذكره. في حديث شريف مذكور للرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار قطني يقول إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السماوات والأرض
ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه. هذا الحديث هو من أعظم الأحاديث. لما؟ لأن لا أحد من البشر يقدر أن يتلاعب بالشمس أو بالقمر إلا الخالق سبحانه وتعالى، هو رب العالمين، هو الله. وعندما يقول الرسول إن لمهدينا، أي يتكن الرسول به بأن يجعله مهدي لنا، أي نحن المسلمين المؤمنين، إن لمهدينا آية، أي لم تكونا، يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهما مثيل في السابق ولا في المستقبل. وهذه الآية ستظهر فقط لرجل اسمه مهدي الله في الأرض. وهذا الأمر قد حدث، وحدث عام 1894 في مشارق الأرض في شهر رمضان، وعام 1895 في مغارب الأرض. وهذا الأمر هو مسجل. على المسلمين الذين يسمعوننا الآن أن يرجعوا إلى المراجع ويتأكدوا من هذا الحديث، لأنه عندما قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بأنني أنا هو هذا الرجل المنتظر، أي المهدي المنتظر، فسألوه علماء ذاك الوقت فأين هو الخسوف والكسوف المذكور في الكتب، فنادى الله ودعا حتى أظهر الله هذه الآية، وكانت آية صادقة، وقد كتب فيها كتاب وكتب فيها قصيدة في رمضان ظهرت آيتي. وهذه الآية لا تعطى لأحد يكون كاذبا والعياذة بالله، إن لم يكن هذا الإنسان يعني صادقا. سبحان الله، يعني قبل أن يظهر الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة والآية على صدق حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني كان الناس يسألونه عنها، وبعد أن أظهرها الله تبارك وتعالى وبينها للعيان لكل الناس ليروا هذه الآية والمعجزة على صدق دعوة حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني، بدأوا يشككوا ويضعفوا ويقولوا كل شيء عن هذا الحديث، فلا يريد أن يأخذوا به للأسف الشديد. هذا دليل على بأن كثير من الناس، كثير من العلماء عندهم الكبر ولا يريد أن يأخذ يعني بالذي يغير مجرى أعمالهم ومجرى يعني أمورهم كلية، حيث أنه معروف بأن الإنسان الصالح، الإنسان الصالح حينما يكون صالحا مع نفسه الناس يشهد له بصلاحه ويقول عنه كل شيء إيجاب، الصادق الأمين الورع وكل شيء. لكن حينما يتغير الواجب من صالح إلى مصلح، فنرى كثير من الناس يشكك به ويتهمونه ببهتانات ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا دليل على أن الناس عندهم يعني للأسف الشديد الكبر، وفي هذه الحالة يصعب عليهم رؤية الحق الذي جاء به. نعم أخي عبد الرحمن، معكم شيء لتنهو المداخلة؟ أخي الكريم، أن فليسأل العالم الإسلامي لما يحصل معهم الآن من هذا العذاب وهذا الغضب، فليسألوا أنفسهم، عليهم أن يرجعوا ويتحققوا، أن يرجعوا إلى الله ويتحققوا بأمر هذا الإنسان، بأمر هذا الرجل، بأنه هو من عند الله. البارح أنا كنا جالسين في المسجد وكنا نتكلم مع اثنين من الأخوة ألمان دخلوا الجماعة، فعندما قالوا لنا وحدثوا، واحد منهم قال أنا لا أعرف الإسلام، وهم خريجي كنائس كاثوليكية، شابان في الثلاثين من العمر. وقال واحد منهم وهو يبكي، والله بأني شاهدت هذا الرجل، وأشار بإصبعه إلى سورة سيدنا المسيح الموعود، وقال لقد شاهدته، وقال لي أنا هو هذا النور في هذا الزمن المسلم. سبحان الله. وسجد وصار يبكي بكاء مريرا، وقال كم كنت ضائعا أنا قبل ذلك. يا أخي، الحديث والإثباتات كثيرة عن سيدنا المسيح الموعود في صدقه، وأنا أعلم بأن الوقت ضيق، ولكن إذا عندكم بعض الوقت فممكن أن
أن نتكلم عبد الرحمن إن شاء الله سوف تكون لنا يعني حلقات وبرامج قادمة وسوف تكون لكم حصة بارزة فيها أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. نشكركم على هذه المداخلة، جزاكم الله أحسن الجزاء. أخي العزيز أيمن تفضل. جزاكم الله أحسن الجزاء. فعلا هذه الأمثلة التي تفضل بها الأستاذ عبد الرحمن تتكرر كثيرا جدا في الجماعة الإسلامية الأحمدية، وهي لطالما تكررت مع كل مبعوثي السماء. الله تبارك وتعالى عندما يرسل مبعوثا من عنده يرسل أيضا جنودا من عنده لتجمع القلوب التي يريدها الله تبارك وتعالى حول هذا المبعوث في زمانه وفي زمان خلفائه من بعده. منهم من يأتي برؤية، بكشف، بقصة معينة، بطريقة إعجازية لا يفهمها، يعني تجد أنها فعلا أحجية عندما تستوي ويفهم كل ما جرى معه حتى وصل إلى هذه النقطة التي كان الله يقوده هنا إلى هنا، يريده أن يؤمن بهذا المبعوث. فهذا فضل الله تبارك وتعالى، لا أحد يأخذه بالاستحقاق، وإنما يأخذه من فضل الله تبارك وتعالى مهما كان عمله صالحا. فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أعزائي المشاهدين، نخرج لفاصل قصير، ابقوا معنا. وإن الحر يفهم قول حر وتشفي صدره الكلم الفصاح نفس الفداء الحر يفهم قولي
ضر وتشفي صدره الكلم الفصاح. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ثانية، ونستمر بما جاء به حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في كتابه سر الخلافة، ويقول: ألا تنظر إلى المفاسد الداخلية وما نالنا من الأقوام النصرانية؟ ألست ترى أن قومنا قد أفسدوا طرق الصلاح والدين، واتبعوا أكثرهم سبل الشياطين، حتى صار علمهم كنار الحباحب، والحباحب هو ذباب يطير بالليل يضيء ذنبه، ونار الحباحب ما تطير من شزر النار والهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك، وحبرهم كسراب السباسب، والسباسب هي الأرض الواسعة البعيدة، والمعنى المقصود أنه حالتهم أصبحت مزرية، وأن أحلام العزة والنصر أصبحت كالسراب، وصار تطبع الشر طباعا، تطبع الشر طباعا، والتكلف له هوا طباعا، وأكبوا على الدنيا متشاجرين. يعني حضرة المسيح صلى الله عليه وسلم في هذا الاقتباس يعني يبين يعني ما الذي حدث، وما الذي يعني قامت به الأقوام النصرانية من أعمال فساد ويعني أعمال شيطانية التي يعني تخرب كل شيء. وهنا أيضا هذا ينطبق على الأمة الإسلامية، يعني هو يصف عليه السلام حال الأمة، هذا هو حال الأمة اليوم للأسف، وصف دقيق لحال الأمة الذي يمكن كان يعني لم يصل إلى مراحله التي وصلت اليوم بعد أكثر من 100 سنة على وصف المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لهذه الأوصاف، الآن أصبحت يعني متكشفة أكثر وواضحة أكثر. يعني عند ظهور المصلح الرباني، عند ظهور نبي قد أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فالله سبحانه وتعالى في بادي الأمر يبتليهم في بعض الأمور كابتلاءات خفيفة لينذرهم وليشير لهم بأني قد أرسلت مرسلا من عندي لكم، فعليكم أن تتبعوه. وهناك من الدلائل والبراهين يعني الكثيرة لا تعد ولا تحصى على صدقه، إلا أنهم يعني يصروا على ما هم عليه ولا يؤمنوا به. فهذا الابتلاء الذي الله تبارك وتعالى كان يبتليهم به بعد فترة ما، بعد عنادهم وكبرهم، يتحول إلى عذاب. وهذا فعلا الذي حل أو يحل الآن بالأمة الإسلامية للأسف الشديد. وهذه يعني الأوصاف التي ذكرها حضرة المسيح صلى الله عليه وسلم التي أشار بها عن الأقوام النصرانية، إلا أنها للأسف الشديد بسبب يعني تكبر الأمة، يعني الأمة الإسلامية، وعدم طاعتهم لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحولت إلى عذاب. نعم، يكمل حضرة المسيح صلى الله عليه وسلم في وصف أحوال الأمة فيقول: يأبر بعضهم بعضا كالعقارب ولو كان المظلوم من الأقارب، وما بقي فيهم صدق الحديث وإمحاض المصافات، وبدلوا الحسنات بالسيئات، اشتغلوا في تطلب مثالب الإخوان ونسوا إصلاح ذات البين وحقوق أهل الإيمان. يعني يشتغل الناس بالبحث عن أخطاء الآخرين وعيوبهم والحديث عنها وإظهارها وفضحها وكشفها، و نسوا إصلاح ذات البين وحقوق أهل الإيمان، وفي المقابل يغفلون. طبعا من يحرق وقته وجهده في هذه الأمور فلن يجد وقتا لإصلاح ذات البين ولإصلاح نفسه ولتقدم في الحسنات. وصالوا على الإخوة كصول أهل العدوان،
وانظر اليوم، يعني في ذلك الوقت لم تكن هذه الأمور جلية كما هي اليوم. صالوا على الإخوة كصول أهل العدوان، انظر يعني أشد بأسا المسلمون فيما بينهم اليوم، أشد بأسا من غيرهم عليهم للأسف. أدحضوا المودات وأزالوا خلوص النيات، وأشاعوا فيهم الفسق والعدوان، واتبعوا العثرات والبهتان. زالت نفحات المحبة كل الزوال، وهبت رياح النفاق والجدال. ما بقي سعة الصدر وصفاء الجنان، ودخلت كدورات في الإيمان، وتجاوزوا حدود التورع والتقى، وتناسوا حقوق الإخوان والمؤمنين والمؤمنات، لا يتحامون العقوق ولا يؤدون الحقوق، وأكثرهم لا يعلمون إلا الفسق والنهات. النهات يعني الجري والكد حتى انقطع النفس. طبعا الجري وراء الدنيا وملذاتها ومسراتها والأمور المادية القشرية، ويعني يغفلون تماما العالم الروحاني الأخلاقي. وتغير الزمان، فلا ورع ولا تقوى ولا صوم ولا صلاة. قدموا الدنيا على الآخرة، وقدموا شهوات النفس على حضرة العزة. وأراهم لدنياهم كالمصاب، ولا يبالون طرق الآخرة، ولا يقصدون طريق الصواب. ذهب الوفاء وفقد الحياء، ولا يعلمون ما الاتقاء. أرى وجوها تلمع فيهم أسرة الغدر، يحبون الليلة الليلاء ويبزقون على البدر. يقرؤون القرآن ويتركون الرحمن، لا يرى منهم جارهم إلا الجور، ولا شريك جدبهم إلا الغور. يأكلون الضعفاء ويطلبون الكور، كثر الكاذبون والنمامون والواشون والمغتابون والظالمون والمغتالون، والزانون الفاجرون والشاربون المذنبون، والخائنون الغدارون والمايلون المرتشون. قست القلوب والسجايا، لا يخافون الله ولا يذكرون المنايا. يأكلون كما يأكل الأنعام، ولا يعلمون ما الإسلام. هذا يعني وصف دقيق يعني بشكل هائل جدا ومدهش، خصوصا أن هذا الكلام لم يكتب اليوم ولا البارحة ولا السنة الماضية. هذا الكلام عمره أكثر من 100 تقريبا 120 سنة. أكيد. معنا اتصال الأخ العزيز مأمون يحيى من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا وسهلا أخي مأمون. تسلم أخوي. أشكركم أول شيء على هذه الفرصة، وأحب أن أعلق في هذه الفترة المهمة التي نحن نعيشها اليوم، فترة الكورونا. نعم. ونأخذ دليل من فترة المسيح الموعود عليه السلام. نحن كأحمديين نعيد ونكرر هذا الدليل، وهذه الفترة مهمة أن نعيده ونكرره أكثر من مرة، ونحاول أن نربط هذه الفترة بفترة المسيح الموعود، ونتعلم ما هي الطريقة التي سوف تساعدنا أن تنقذنا من هذه الفترة. إن الطاعون الذي جاء في هذه فترة المسيح في الهند، بعد أن الله سبحانه وتعالى ألهم المسيح الموعود عن مجيء الطاعون في بلاده، المسيح الموعود، أنا سوف أختصر لأن أنا متأكد أن المشاهدين سمعوا هذا الموضوع كثير من المرات، لكن أريد أن أرى النقاط التي تشبه هذه الفترة وكيف يمكن لنا أن نتعلم من هذه الفترة. نعم. وأنها تشير عن دليل المسيح الموعود. الإلهام كان للمسيح الموعود في ذلك الفترة أنه سوف ينقذه وينقذ أتباعه. فماذا فعل المسيح الموعود عليه السلام؟ ذهب إلى الحكومة التي كانت في ذلك الفترة الهند الإنجليز، وكتب مكتوب للملكة أنه في أغلب الأحيان وكان مطيعا للحكومة، ويعلمون أن جماعتنا هنا من الناس الذين يطيعوا الحكومة ويطيعوا النظام، ولكن طلب منها في طريقة محترمة جدا ومتواضعة أنه يجب عليه أن يطاع الله سبحانه وتعالى، لأنه قال له هذه سوف تكون فرصة وإثبات للعالم. عندما يأتي الطاعون هو لا يأخذ التطعيم الذي
أعطتهم إياها الحكومة في ذلك الوقت. نعم. فهذه كانت فرصة أنه يروا أنه من له علاقة مع الله سبحانه وتعالى يمكن له أن يقول هذه الكلمة لملكة وإمام كل العالم، يقول لهم إني تكلمت معه، إني أخذت إلهاما من الله، وأنا أطلب من جماعتي أن لا يأخذوا التطعيم. نفكر في هذه الفترة الكورونا، يأتي شخص ويقول أنا وجماعتي لم نأخذ التطعيم. اليوم الجميع في كل العالم ينتظرون التطعيم الذي سوف يعطي العلاج لهذا المرض. والطاعون في فترة المسيح الموعود كان أصعب بكثير من هذه الفترة، وماتوا المئات من الآلاف. وعندما لم يأخذ جماعته التطعيم كان إثبات كبير للعالم كله وخاصة للمسيحيين أن الإسلام له علاقة مع الله سبحانه وتعالى. واليوم ممكن أن نتعلم، مع الأسف الشديد لا يوجد لنا إلهام نحن جماعة الإسلامية الأحمدية اليوم، أن الله يقول لنا لا بحاجة لنا للتطعيم، لكن يمكن أن نأخذ من كتاب سفينة نوح. نحن نأخذ من كتاب سفينة نوح لأننا نؤمن بالمسيح الموعود ونقرأ كتبه، لكن يوجد مشاهدون ليس أحمديين ويمكنهم اليوم أن يدخلوا إلى الجوجل أو اليوتيوب ويكتبوا الطاعون 1896، وسيروا بنفسهم كيف اليوم الهند نفسها يأخذون نموذج كيف يعالجوا الكورونا حسب ما عملوا في فترة المسيح الموعود في 1896. وإذا نأخذ هناك من كلام المسيح، لو لم يكن إلهام لطاعة الحكومة. نوضح فقط أمر معين حتى يعني لا يلتبس، يكون واضح يعني للإخوة المشاهدين، أن حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يعني حصل على توجيه من الله تبارك وتعالى بأن يتنبأ عن الطاعون قبل حدوثه، فهو تنبأ بناء على يعني أمر من الله تبارك وتعالى، وأيضا بناء على أمر خاص من الله تبارك وتعالى أمره الله تبارك وتعالى أن لا يأخذ التطعيم، وأنه سيحافظ عليه وسيحافظ على المؤمنين من هذا المرض. فكان هذا آية، ولذلك قام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام باستثناء، يعني الأصل أن الإنسان يأخذ الدواء يحذر، لأن المؤمن يصاب والغير المؤمن يصاب. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصيبوا في طاعون عمواس وتوفي منهم كثير من الصحابة توفي في ذلك الوقت على منذ فجر التاريخ، يعني الصالحون والمؤمنون يمرضون ويموتون، ولكن موتهم يكون شهادة عند الله تبارك وتعالى. المهم القضية المفصلية أنه الأصل أن الكل يمرض، الاستثناء أن يكون مرض معين أو مصيبة معينة أو جائحة معينة هي دليل في نقطة معينة على صدق مبعوث رباني. هنا لابد أن يكون أمر مباشر من الله تبارك وتعالى واضح، وأن يعلن هذا المبعوث بشكل واضح. هذا طبعا غير حاصل الآن، كما بين حضرة أمير المؤمنين أيضا الله تعالى بنصره العزيز، هذه الجائحة تحدث والكل معرض لها، وعلى كل الأحمديين كما كل الناس عليهم أن يأخذوا بالاحتياطات وبالحذر، وأن نتعلم من هذه يعني التجربة وهذه الفرصة. نعم، لنأخذ هذه المخلص، لنأخذ هذه فترة الكورونا لتكون فرصة لنا. نعم. لنعود إلى الله تبارك وتعالى ونقترب. نعم، لنتقرب لطريق الله سبحانه وتعالى. ويمكن نعطي نموذج، حتى المسيح الموعود قال في كتابه هناك أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذه الفترة يجب أن نغير أنفسنا. ونحن في فترة كورونا مضبوط، ونحن اليوم في شهر 7 ويبدأ الأعراف عندنا عند العرب، يريد الكثير من الناس التزوج، وهذا مهم جدا، إنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الله، يجب أن يتزوجوا. ويمكن نعمل العرس ليس بحفلات ورقص، بل لنأخذ الحضار، لنكون حذرين من هذه الشغلات، ونعود إلى كيف كانوا يعملون، كيف نعمل نحن الوليمة.
ممكن أخي العزيز مأمون، نحن يعني نقدم الأمور بطريقة أخرى. نشكركم أحسن جزيل الشكر على هذه المشاركة. فعلا كما تفضل هو يعني لابد من طاعة بكل شيء، بكل شيء يجب مراجعة، من طاعة ولي الأمر، من طاعة الجهات المختصة، وزارة الصحة، التعليمات كلها. طبعا هذا ليس موضوعنا الآن، ولكن بما أنه تطرقنا إلى هذا الموضوع فلابد كل أحمدي أينما وجد عليه أن يتابع حكومته المحلية والجهات المختصة، وأن يطيع طاعة كاملة هي جزء من طاعة الله ورسوله الآن في هذه الفترة. أكيد 100%. ونستمر بما جاء به حضرة المسيح الموعود عليه السلام، ويقول: وغمرتهم شهوات الدنيا فلها يتحركون ولها يسكنون، وفيها ينامون وفيها يستيقظون، وأهل الثراء منهم غريقون في النعم ويأكلون كالنعم، وأهل البلاء يبكون لفقد النعيم أو من ضغطة الغريم، فنشكو إلى الله الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله النصير المعين. وأيضا في الاقتباس هذا، حضرة المسيح عليه السلام يشير بأن يعني بمفهوم أن على الناس أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، ويتركوا طرق كل البعد عن الله تبارك وتعالى. ويقول: وأما مفاسد النصارى فلا تعد ولا تحصى، وقد ذكرنا شطرا منها في أوراقنا الأولى. فلما رأى الله سبحانه أن المفاسد فارت من الخارج والداخل في هذا الزمان، اقتضت حكمته ورحمته أن يصلح هذه المفاسد برجل له قدمان، قدم على قدم عيسى وقدم على قدم أحمد المصطفى، وكان هذا الرجل فانيا في القدمين حتى سمي بالاسمين. فخذوا هذه المعرفة الدقيقة، ولا تخالفوا الطريقة، ولا تكونوا أول المنكرين، وإن هذا هو الحق ورب الكعبة، وباطل ما يزعم أهل التشيع والسنة، فلا تعجلوا علي، واطلبوا الهدى من حضرة العزة، وأتوني طالبين، فإن تعرضوا ولا تقبلوا فتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذا هو الحق الذي كشف الله علي بفضله العظيم وفيضه القديم. وقد توفي عيسى والله يعلم أنه المتوفى، وتوفي إمامكم محمد الذي ترقبونه، أي محمد الباقر الذي يعني الشيعة ينتظره الشيعة أيضا ويؤمنون بغيبته، وقائم الوقت الذي تنتظرونه. وألهمت من ربي أني أنا المسيح الموعود وأحمد المسعود. أتعجبون ولا تفكرون في سنن الله، وتنكرون ولا تخافون، وحصحص الحق وأنتم تعرضون، وجاء الوقت وأنتم تبعدون. ومن سنن الله القديمة المستمرة الموجودة إلى هذا الزمان، التي لم تنكرها أحد من الجهلاء وذوي العرفان، أنه قد يذكر شيئا أو رجلا في أنبائه المستقبلية، ويريد منه شيئا آخر أو رجلا آخر في الإرادة الأزلية. هذا ما تحدثنا عنه مرارا وتكرارا، أن في النبوءات التي يذكرها الله تبارك وتعالى، النبوءات الواردة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخبار من الله تبارك وتعالى، والمصدر ذاته يعني سواء في القرآن الكريم أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية. فالله تبارك وتعالى عندما ينبئنا عن المستقبل يكون هذا النبأ مجازي ويحتاج إلى تأويل، ولا يمكن أن يفهم بشكل حرفي، لا يمكن يعني أن يؤخذ على ظاهره فقط ويحسم الأمر. أنه قد يذكر شيئا أو رجلا في أنبائه المستقبلية، ويريد منه شيئا آخر أو رجلا آخر في الإرادة الأزلية. وربما نرى في منام أن رجلا جاء من مقام، فلا يجيء من رأيناه، بل يجيء من ضاهاه في هذه في بعض الصفات، أو شابهه في الحسنات أو السيئات. تعرف هذا مثال يعني مثال حي يعينه كل الناس. اليوم لا أحد يختلف معنا بأن المنامات تفسر، صح؟ سنة، شيعة، صوفية، الكل،
حتى الديانات الأخرى، حتى الذين لا يؤمنون الملحدون يعني يعتقدون بأن الرؤى والأحلام التي يراها الإنسان تفسر بطريقة مجازية فيها استعارة وفيها تشبيه كثير. طيب نفس الشيء، يعني لماذا المعيار في النبوءات معيار مختلف؟ معروف أن الإنسان إذا مثلا رأى في المنام أنه توفي فهذه علامة إيجابية وليست علامة سلبية، إذا رأى أنه في عرس له ويوم زواجه فهذه بالعكس علامة سلبية، يعني إلى آخره، تعرف عالم تفسير الأحلام. نفس الشيء، لماذا لا نتعامل بشكل مشابه ومن نفس المنطلق مع الأنباء المستقبلية؟ لابد من المجاز والتأويل. وأقص عليك. نعم تفضل. وربما نرى في منام رجلا في منام أن رجلا جاء من مقام، فلا يجيء من رأيناه، بل يجيء من ضاهاه في بعض الصفات أو شابهه في الحسنات أو السيئات. وأقص عليك قصة عجيبة وحكاية غريبة. إن لي كان ابنا صغيرا وكان اسمه بشيرا، فتوفاه الله في أيام الرضاع، في أيام الرضاع، والله خير وأبقى للذين آثروا سبل التقوى والارتياع، فألهمت من ربي إنا نرده إليك تفضلا عليك. وكذلك رأت أمه في رؤياها أن البشير قد جاء، ما هو مات، توفي يعني وانتهى ودفن، مات. وقال الاسم، وقال إني أعانقك أشد المعانقة ولا أفارق بالسرعة. فأعطاني الله بعده ابنا آخر وهو خير المعطين، فعلمت أنه هو البشير وقد صدق الخبير، فسميته باسمه، وأرى حلية الأول في جسمه، يعني يشبهه في حتى في خلقته، فثبتت عادة الله برأي العين أنه قد يجعل شريك اسم رجلين، وأما جعل البعض سمي بعض فهي أسرار لتكميل غرض لا يعلمها إلا مهجة العارفين. يعني هذا القول يعني ليس بعده من قول في 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 هذا الصدد. نعم. ويستمر بما جاء حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: ولي صديق أحب الأصدقاء وأصدق الأحباء، الفاضل العلامة والنحرير الفهامة، عالم رموز الكتاب المبين، عارف علوم الحكم والدين، واسمه كصفاته المولوي الحكيم نور الدين. فاتفق في هذه الأيام من قضاء الله الحكيم العلام أن ابنه الصغير الأحد الذي كان اسمه محمد أحمد مات بمرض الحصبة، فصبر ووافق ربه ذا الحكمة والقدرة والرحمة، فرآه رجل في ليلة وفاته بعد مماته كأنه يقول: لا تحزنوا لهذه الفرقة، فإني أذهب لبعض الضرورة وسأرجع إليكم بقدم السرعة. وهذا يدل على أنه سيعطى ابنا آخر فيضاهي الثاني الغابر، والله قادر على كل شيء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون شؤون أحسن الخالقين. وكذلك في هذا الباب قصص كثيرة وشهادات كبيرة، وقد تركناها خوفا من طول الكلام، وكثيرة منها مكتوبة في كتب تعبير المنام، فارجع إليها إن كنت من الشاكين، وكيف تشك وإن الأخبار تواترت في هذا الباب. ولعلك تكون أيضا من المشاهدين لهذا العجائب، فما ظنك؟ أتعتقد أن رجلا متوفى إذا رآه أحد في المنام أو أخبر عنه في الإلهام وقال المتوفى: إني سأرجع إلى الدنيا وألاقي القرابة، فهل هو راجع على وجه الحقيقة أو لهذا القول تأويل عند أهل الطريقة؟ فإن كنتم مؤولين في هذا المقام فما لكم لا تؤولون؟
تؤولون في أنبائي تشابهها بالوجه التام، أتفرقون بين سنن الله يا معشر الغافلين؟ فتدبر فتدبر وما أخال أن تتدبر إلا أن يشاء ربي هادي الضالين. فحضرت كيف يتساءل حضرت المسيح عليه الصلاة والسلام، لماذا تؤولون هناك ولا تؤولون هنا؟ لماذا يعني تحكمون بمعيار هنا وتحكمون بمعيار هنا؟ بمكيالين في كل شيء، تقبلون هذا هنا ولا تقبلون هذا هناك. فحضرة المسيح الموعود صلى الله عليه وسلم يعني في خلاصة هذه الاقتباسات التي قدمناها يعني يبين في كل النقاط بأن على الإنسان بأن لا يأخذ بنفسه في تعبير الأمور، يجب أن يتدبر أكثر، وهناك كثير من الاستعارات، وهناك يجب تأويل كثير من الأحاديث، وهنا تساؤل منطقي، أيها أوجب للتأويل؟ رؤية يراها الإنسان وستتحقق بعد سنة أو سنتين أو يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، أو نبوءة يأتي بها الله تبارك وتعالى ينبئ بها نبيه والنبي ينبئ بها أمته وستتحقق بعد 1000 سنة أو 2000 سنة؟ أيهما أولى أن نميل إلى التأويل فيها؟ كلما طال الوقت واختلفت الظروف واختلفت الأزمان واختلفت الأفهام واختلفت الأوقات واختلفت المكونات واللغات والثقافات، أصبح التأويل أولى. فيعني حضرة المسيح عليه الصلاة والسلام يبين الحقيقة الأمور كلها، كيف علينا أن نأخذ بها وكيف علينا أن نرجع ونتدبر فيها، ورجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل نقطة وكل موضوع. أعزائي المشاهدين، نحن قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نسأل الله بأننا نكون قد قدمنا ما هو خير ونافع وشرح وافي وكافي في النقاط التي قد ذكرناها لحضرتكم من أقوال حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن الحر يفهم قول حر، وتشفي صدره الكلم الفصاح.